مرحبا بكم. البداية بالحالة الصحية المهاجم الترجي حمد الغوني اللي عمل اليوم الكشوفات على الإصابة اللي تعرض لها البارح في مباراة النجم الساحلي على مستوى الكاحل. ممكن من ألطف الليان والملاعبي ما تعرضش الكسر، هذه ممكن التخوفات الأولى، فقط الإصابة أني ما فهمش كسر ومازال ما تحددش مدة الراحة، ومش مش تكون زادة راحة مطولة كما بعض الأخبار اللي راجت اليوم الصباح. والثابت والأكيد لأنه بنسبة كبيرة برشا كونه حمد الغوني باش يكون غايب على مباراة شباب الإقبال في انتظار الإعلان الرسمي على مدة الراحة لمهاجم الترجي حمد الغوني. بدايه من الاربعه نتاع العشيه تتلعب المقابله الاخيره من الجوله الرابعه من البلاي اوف بالاتحاد المنسيري والنادي الافريقي، الزوز موجودين في المركز الثالث بثمانيه نقاط باداره الحكم الليبي عبد الواحد حرواده ونضال طيف في الفار ماتش زي ما نقول على قناه الكيس. في البلاي اوت عوده المسابقه ريم مجموعه تفادي النزول بدايه من ماضي ثلاثه يتلعبوا المقابلات، اولمبيك سيدي بوزيد مستقبل سليمان تحكيم لفرج عبد اللاوي، نادي البنزرتي امل حمصوصه تحكيم لاسامه رزقل، الملعب التونسي نجم تلاوي جلال السحباني نذكر مباريات انطلق ماضي ثلاثة. في الرابطة الثانية أيضا ماضي ثلاثة وعودة الرابطة الثانية بداية من ماضي ثلاثة اللي تلعبوا مقابلات المجموعة الجولة 17 المجموعة الثانية، نادي حمال سبورتينغ المقيم هو في القفص القلعة الرياضية شبة العمراني المساكن، سبورتينغ بن عروس يواجه جمعية جربة، الملعب الصفاقسي مكارم مهدية ترجي جزيز الملعب في القفص. في ايطاليا ليله مع الثمانيه يتلعب اياب نصف نهائي الكاس انتر اليوبي ماتش للي كانوا فيها بتعادل 1-1. في انجلترا مع الثمانيه غربوا تشيلسي برنتفورد، وستهام يواجه ليفربول، والثمانيه متاع ليله القمه بين مانشستر سيتي الثاني ب 70 نقطه وارسنال المتصدر عنده 75 نقطه. في اسبانيا مع التسعه رايو فاليكانو يواجه برشلونه. كانت هذه ثاني نشرات رياضيه لليوم تقع على السيت مزيكا.